السلام عليكم. تدخلت وحدات الحماية المدنية بسيدي عكاشة صباح اليوم بدعم من نظيرتها بيتنس في حدود الساعة 8 صباحا من نهار اليوم من أجل حادث مرور خطير وقع على محور الطريق الوطني رقم 19 أمام محطة الوقود لمدينة سيدي عكاشة. تمثل في اصطدام وجه لوجه بين حافلة لنقل المسافرين من نوع تويوتا كوستر تعمل على الخط تنس أبو الحسن وسيارة سياحية من نوع سامبول. أصيب على إثرها 15 شخص بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، وتم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وإجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية زيغود يوسف بتنس، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في الحادثة.